بسم الله الرحمن الرحيم. Je souhaite bon fête de l'Aïd tout le monde, surtout le roi de Maroc. نقول المغرب معروف بالضيافة، معروف بالكرم، معروف بلا بروبريتي. ماشي هي الاولى ولا الاخرى كتجي لبلادنا، يعني تو لي ستاد دو موند دو ماروك دو كلشي كيجيو عندنا هنايا للمغرب. حنا فخورين بلادنا ومغرب بلاد مضياف وبلاد كيبغي، ما عندوش تميز في الغني والفقير، عنده تميز في كل، ما عندوش تميز نهائيا. ومرحبا بها، مرحبا بالعالم كامل، ومرحبا بتولي ماروكان اللي كيجيو لبلادهم ويزوروا بلادهم. ونقول لكم عيد مبارك سعيد، والله يشافي سيدنا، الله يعزه، الله يفك نحمق عليه، كنموت عليه، كنموت على بلادي. السلام عليكم، عيد مبارك. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم، مناسبة تهنئة لجميع المغاربة، عيد مبارك سعيد، نتمنى من الله مزيد من الخير والنماء على بلادنا. جاوبا على سؤالكم حول يعني حضور ديال المشاهير، سواء الفنانة أو لاعبين عالميين، وأخيرا إيفانيكا ترامب اللي كان جات وعطات واحد التصريح اللي بحق هو تحصيل حاصل، اللي قالت إلى الحقيقة، قالت لك سوي ماروك، قالت لك حنا في المغرب، وفعلا حنا في المغرب. واعتقد ان المغرب بدا كياخذ كياخذ واحد القفزه نوعيه بالنسبه للسياحه العالميه، يعني بدا كياخذ المكان ديالو الى جانب اماكن سياحيه اخرى عالميه مشهوره. ما يمكن الا نحييو المسؤولين طبعا، وهاد الجهود اللي في هذا الاطار هذا، يعني ولات كتاخذ مثلا مدينه مراكش فولات مدينه عالميه على غير الباقي باريس وكذا المدن الاخرى. وتل يعني كاين واحد التحسن حتى في الثقافه ديال المغاربه ديال، ما بقاش ديك السياحه العاديه اللي كانت شحال هذه، انا كيجيو مثلا السياح عاديين كذا، ما ولاو كيجيو هاد ستار مثلا من لاعبي كره مشهورين، كاين اللي عنده اقامه مثلا هنايا، كاين اللي دار مشاريع في المغرب، واش كلشي تحقق؟ شي حاجه جميله، نتمنى من الله ان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله. فعلا هي كاين جوج لعوام، كاين اول جمال هي شي حاجه اللي طبيعيه ديال الله سبحانه وتعالى، يعني كنقولوا الدخله راه سبحان الله واحد مناظر زوينه، مدينه العيون وعلى غيرها. وكاين حتى التنميه في هذه المناطق هذو، في الحقيقه حق مدينه العيون ولات مدينه جميله بمعنى بجميع المواصفات وكذا، مدينه دخل منطقه سياحيه بامتياز، وما تتوفر عليها من سواء من جمال طبيعي ديال الله سبحانه وتعالى، ومن خيرات، كاين يعني انواع ديال السمك كذا وهذه، ومناظر طبيعيه، وكاين رياضات جديده ولات كتمارس حصريا مثلا، مثلا ما كتمارس في مدينه الداخله بحال السيرج زربه، وكاين رياضات اخرى البحر، وشي جميل بحق يبشر بالخير ان شاء الله. وانا شخصيا كنطلب، كنتمنى والله مننا جميع المغاربه نشجعوا السياحه الداخليه، وخاصه في الجنوب، يعني في الصحراء المغربيه ديالنا، نشجعوا في العظمى نمشيو للخارج ولا نمشيو لشي بلاصه وهادي، يا ريت مثلا الدخله كما قلت مدينه جميله، الانسان يقضي فيها عطله ديالو هو ووليداتو. واللي شفت انا واخا كنت كنمشي مثلا للشمال وهادي، كنشوف اثمنه مشجعه في الفنادق، كاين اثمنه جد مشجعه والله، تقريبا رمزيه شي حوايج بعطلات فخمه وهادي وكذا وهادي. ونتمنى من الله التوفيق سميتو، بلادنا مزيد من التقدم والرخاء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان ديال الموقع ديال الدار، هنا كنوجهوا هذا طرح ورأي، لان السياحه في المغرب اصبحت قطاع ثالث، ماشي فلاحه ثم صناعه، بل تجاره قطاع كذلك رابع، لان السياحه يعتمد عليها في المغرب. ما دام ان المغرب له طبيعه كالجبال وكالشلالات وكالبحار وكل الحصول القديمه، فمدن كثيره في هذه الحصول،
وياتي لها السواح نظرا للطبيعه ونظرا للمناخ الوطني، فالسياحه يجب تجيئها اكثر. بطبيعه الحال ان المغرب بلد الامن والامان، ان جلاله الملك نصره الله فاعطى الحريه واعطى الامان والامن للبلاد، فحتى ان الشعب المغربي هو فريح لماذا ورغم الازمات العالميه ورغم كورونا ورغم ما اسمه، فان المغرب لا زال صامدا ولا زال ان المغرب يعتمد على هذا القطاع. لماذا؟ علاش؟ لان هناك مطاعم، هناك مقاهي، هناك فنادق، هناك فهذه انت هذه المرافق انت تقلص شيئا ما من الاثمنه، لان نحن نرى ان سواح عالميين جاءوا وهم نجوم سينما، نجوم سياسه، نجوم في كره القدم، فهذا ان المغرب تعاطوا اليه اكثر من تونس والجزائر، لان الجزائر غير مستقر نظام، وفي تونس هناك غلاء الاسعار، فلهذا ان المغرب يحبون. لماذا؟ لان نظرا للطبيعه ونظرا للاثمنه اللي لدى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك. نعم سيدي، دوزت الاجواء العيد الحمد لله بخير وعلى خير، الناس فرحانه، كل شيء مزيان الحمد لله والشكر لله. اسباب زين الحمد لله، بلادنا زينه، الناس بلادنا زينه، حنا كنستقبلوا الناس مزيان، اللي جا عندنا مرحبا بها، الناس ديال برا جاونا مرحبا بهم، الجاليه المغربيه مرحبا بها، كيجوا لبلادهم الحمد لله والشكر لله، والحمد لله الناس كيجوا البلاد حيت المغرب مزيان، المغرب مستقر، كاين الاستقرار، كاين كل شيء، الحمد لله الحمد لله والشكر لله، واللي جا مرحبا به. داخله راه مدينه سياحيه، مدينه سياحيه ديال الجنوب الحمد لله، العيون تاع هي الحمد لله، بلادنا زينه كلها الحمد لله، من طنجه حتى الكويره بلادنا غزاله، والله يخليها لنا ويخلي لنا ملكنا ويخلي لنا الجاليه المغربيه تاع هي مرحبا بها، والجاليه اللي هنا تاع هي، والناس ديال البلاد كل شيء الحمد لله بخير وعلى خير. الله يحفظكم مبروكه. مبارك سعيد، وتشكركم على هذا اللقاء اللي تديروا مع الناس. ابروبو سياحه المغرب، المغرب معروف شحال دون لو طون الطبيعه والامان ونابورت كو بيدير، وجيستيم بيان كو كاد كوفيد 19 تحيد، سيتي لو سول بروبليم كي افي دون لو موند انتي بيس لا كار تاع بعد لو طون دابا تاع لوكراني مع لا روسيا وتو تامون. المهم المغرب لي بو ودون لو طون معروف لو توريزم، وكان كان السياح تيجي كانوا كاع لي غاس كاينين تيجيو المغرب، ولينا بلد ديال لوسبيتاليزي كما ندير ديال الكرم، والناس ديالهم مزوينين، المغاربه معروفين على الصعيد العالمي، ودايوغ ميامات واحد الخامس والحسن الثاني ستكون دون لو موند انتي، حيت اول دوله اعترفت بامريكان هي المغرب، ولي بوكو تشوز نابورت كيل دومين، يا ثقافه يا ليستوار يا الاسلام يا نابورت كوا، المغرب ما كاينش بحالو. انا كنعرف واحد لو تيب تاع المغرب كامل سويد افريكان، كنت تلاقات مع واحد لو سي با بي دو دير كوا، قال لي سي زكاج من بلدان دعام، قال لي با ميكول ما الجنوب، حيت الجنوب فيها الطبيعة والكليما ديالها زويون، وحتى الناس ديال 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 دي الجنوب الله يعمر هذا، عند كريابة وسلوح ومغاربة كلهم. عيد مبارك. الله ينور عليك سعيد وتعاود الله يحفظك خويا. السياحة بالأخص في هذه المنطقة هنا عندنا ولات ناقصة شوية، مابقاش شي في المكان، مازال في مناطق أخرين بحال عندك جيت الصويرة مراكش الصحراء، هنا مازال عندنا ولات القضية شوية مابقاش كي كانت. أنا السياحة نقصات شوية، أنا شنو رباط نقصات السياح؟ بالنسبة لك أنت في المدن الجنوب ولات أفضل من الناحية ولات أفضل من الناحية ديالنا حنا هنايا، تلقاو فيها شحال من حاجة مثلا، تلقاو فيها مناطق زوينة، تلقاو فيها الأمن الأمان، فهمتي المعيشة شاهية رخيصة، كل شيء موجود، عندنا حنا الصناعة ديالنا التقليدية ماكلة، فهمتيني؟ عندنا شحال من حاجه، عندنا في البلاد، عندنا شلا ما يدار في هاد البلاد، شلا ما يدار وما يتشاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.